بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Changing the background design معايا كم نقطة فيه يا جماعة بخصوص موضوع الثيمز. أنا ضغطت على الباك جراوند ستايل، هبتدي يديني مجموعة من الستايلات، طبعا يديني البريفيو بتاعها، ما بين مديني الريجيال من فوق، يعني مخليلي الإنارة من فوق وفي المنتصف من فوق ونازلة لتحت من الستايل. دول بريسيتس جاهزين، انا الريشيو في النص وببتدي المنطقه تظلم في الجوانب وهكذا، وبيديني مجموعه من الستايلات مختلفه. وفي الاخر لو انت عملت له فورمات الباك جراوند هبتدي يفتح لك الوزارد بتاع فورمات باك جراوند، وبتبتدي تختار ما بين فيلم، ما بين جريديانت، ما بين بيكتشر اور تكست فايل. طب لو احنا كنا اخترنا جريديانت معين فبيقول لي اختار نوع الجريديانت بتاعك اللي انت عايزه، ما بين جريديانت في لون واحد اور لونين اور اكتر اور اختار انت. طب لين، طب ريشيال، طب ايه القصه يعني. فانت بتبتدي تتعامل يعني البيتشر اور تكست فايل. لو انت اوريدي كان معاك مثلا ملف، هو بيديني انا مجموعه من التكست شارز الجاهزين دول بلت ان في مكتبه البرنامج. طبعا لو حضرتك معاك تكست شاراتك بره ما في مشاكل، اوكي. لو حضرتك عايز تبتدي تعمل ابلودنج لمثلا ابستراكت ايمج او اي اور صوره معينه هي بتكون موجوده معاك، مفيش مشاكل. القصه بتاعت طايل هو بيحاول يطويها لك عشان تبقى تكستشر يعني، تمام، يعني بمعنى ادق عشان تقبل النص فوق منها. الجانب التاني باترن، لو انت كان معاك باترن هو بيبقى معاك وحدتين، طبعا واحده في الاماميه واحده في الخلفيه. الجانب التاني اللي هو كان خاص بهايد باك جراوند جرافيكس، لو كان فيها جرافيكس هادفة الكلام ده هيبتدي يتشال. نفس الفكرة بتاعت هايد باك جراوند جرافيكس، هما الاثنين دولت واحد. ده بخصوص يا جماعة ال changing باك جراوند ديزاين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.